وإحساسك أي لاعب؟ الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فرحة لا توصف، كذبش عليك. وكنبغي نشكر اللاعبين على القتالية ديالهم، كنشكر الجماهير اللي جات كثافة وحضرات المقابلة، كنبغي نشكرهم. ودوزنا أسبوع اللي صعيب شوية، كنا كنشوفوا الجماهير كتعذب تاخذ الوراق وداك الشيء الست صباح، كنا كنشوفوا، كنا متبعينهم واخا داخلين داك المعسكر. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. مازال عندنا مباراة صعيبة الروتور، كنتمناو اننا نكونوا جديين وناخذوا مقابلة. كنبغي نشكر اللاعبين، لاعبين اللي بزاف، ماشي فريق، هذا كاين واحد العائلة كبيرة. كنبغي نشكرهم من هذا المنبر، كنشكر اللاعبين، لا طاقم التقني الطبي، لي شارج ماتيريال، كلشي 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 كيخدم. الحمد لله على هذا الفريق هذا، الحمد لله.